مسألة مغادرة المنصب تكون دائما يعني بأرتال عجيبة غريبة. البارحة باوع هذا اللي يطلع باللقاءات، ما اعرف شنو منجزه الشيخ، ما اعرف شنو يصحوا له، هم منزل دا ينزل بالخرطوم مال الطياره مال المطار ومسوي له سلو موشن وهلا بدق الرجال وما اعرف شنو. هاي التصوير اللي ينزل يفتحوا له الباب مال تاهو ينزل، هاي كلها ان دلت على شيء تدل على انه انتم بطون جاعت ولم تشبع حتى بعدها ما شبعانه ومو ولد خير. لانه اليوم راح نضرب مثال برئيس الوزراء الهولندي، واللي يعرف انه هولندا هي من اقوى دول بحلف الناتو، كان 14 سنة رئيس وزراء لهولندا، صار تبادل لأدوار وأحيل إلى التقاعد. فراح نشوف دول الكفر، وإحنا اللي عندنا اللي يقولون إحنا نهجي ننتهج ونمشي بنهج الإمام علي عليه السلام اللي يقول الزهد، ومن يدخل المكان يطلع جئتكم بجلبابي هذا، وتعرفون المقولة إلى آخرها. بس راح أقول لكم هذا دخل الرئيس الوزراء 14 سنة مال هولندا، وشوفوا شلون غادر. خلينا نشوف. Mr. President. Dit wordt je nieuwe werkkamer. Het is heel erg leeg. Ik heb een brief neergelegd. Die is van mij aan jou. Dit is een heel goed moment. Absoluut. Heel veel succes. Hoi jongens! غادر ببايسكل، سلمت شاكوش وصعد بالبايسكل مالته وطلع وراح يمشي بهولندا. شفتوا سووا له قولات واغاني، ولقى مهاويل واقفين بالباب ما لقاهن، نزلوا له فيديوهات بالتيك توك انت ما اعرف شنو. هسه النوبه هذول مصيبه، هذول الاطفال اللي يصورون مكتب رئيس الوزراء كل ساعه طاب واحد بقاط مالته والبنطلون قاموز ويصور اني صاحب النخوه وصاحب ما شنو. فاحنا مقدمين على وقت ومستقبل ديمقراطي بهاي الصورة، راح تطلع منه أو تنجب أو تلفظنا جماعة التصوير وفتح الباب بالتاهو وتوزيع المعونات على المواطنين أمام الكاميرات الفقراء. وهاي الدول الكفر، هذول كفار وعدهم عندهم الحشيش ينباع بالشوارع، وعدهم يدعمون المثلية، وعدهم هولندا يعني من أكثر الدول بأوروبا منفتحة على هذا هاي المواضيع. رئيس وزرائها 14 سنة سلم المنصب مالته، طلع على بايسكل من المنصب مالته، وإحنا يطلع يروح يسكن بلندن يأخذ الحماية، والحماية مالته هنا ستة يأخذون راتب.